ابو علوي يلا خوش الحين قام ريت منقل لنا تشلي هو يحب تشلي اي صح انا دائما اشوفه يلعب تشلي كل بطولات اشوفه ايش رايك بالماتش هذا ابو علوي شوف تشلي ما راح تأذى بس تأذى بالنوك داون جيم لانه ما عنده ولا ريفرسل مع كودي حتى السبرينج بيرك كي اكس لان الستارت اب ماله وايد عالي وتقريبا نقزات كودي يقدر وقت عليه زين جمب بسهوله صح لازم يلعب معاه فوتسي يخليه مسافه بعيده فريمات تشلي وايد زين تقدر تلعب معه فوتسي زين فهو اللعب راح يكون يعتمد اكثر شيء على الفوتسي زين مو على الويك اب جيم ما يخليه ينقز سريع هسه هذا صح على الاقل ينقز معاه يعطيه دبل فيز او ينقز معاه بس المهم انه ما يخليه ينقز وياه بالطريقه هذه صح والله انا صراحه كودي انا اشوفه شخصيات وايد وايد زينه يعني باخر هذه شخصيه وايد عنده اوه حلوه ما شفنا تول كودي ما عنده ريفرس قوي كودي ما عنده ريفرس قوي مشكلته باسل خلاص شيء لا بغيت اكلمك عدول يلا زين جودي مشكلته انه اذا طاح يتوهق حيل 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 يتوهق بس ماله بس ماله ضعيف والثري فريم ماله مو تشين فما تقدر تسوي سبامينج اي فلازم لازم يكون تايمينج لينك بالضبط بس الحين والله جامريز لعبه مقنع اكثر يعني بالماتش اب صرف معاه صح حلوه هذه انتي اير غريبه مع انه يمكن هو طق الراوند هاوس صح عادل لا امتي جمب دادلي لا طق فريم امتي جمب مستحيل طق فريم لا انا كنت شفت طق الراوند هاوس كنا ما طق امتي فريم امتي جمب بس شلون جري دادلي 89 وبس عجيب نشوف الحين هذا الجيم ثاني الحين هذا كان يقدر يزيده بقدره تحت شوت الظاهر هو شكل الشوت خلص سكينه الحين سكينه اي حاشك اي فريم بيجيب دمج صح اوه ممتاز نوك داون حلو هذا قاعد اقول لك لازم يلعب مع زيرو ويأذي بالفاير بولز اكثر صح فاير بولز بعدين يقطع لها فريم بس لازم يدير باله يقدر بين السترونج فاير بول يقدر يسوي برينجل برينجل بينجو سيبي لك برينجلز اوه ديب هالراوند هاوس للحين ما شفت الاوفر هيد اي اكس اي ما شفت مفاجاه حاول يخطف هالجوله بسلايد لي اكس بدايه الحزن شو هذه يلا الحين شوف اللي ما عنده اي اكسات فرصه تكون جمعه هذه اوفر هيد هذه محاوله اوفر هيد اللي من احسن باكداشات اللي بالله صح تغطي مسافه بعيده ايه هي على فيلونج بعد فيلونج ام واي زين لا هذه فيها خطره صح ايش رايك بالترا 2 شانلي؟ ممتاز ليش بك ورا اي شيء اي مكان بالشاشه؟ بس هي مشكلته الدمج صح؟ الدمج ما باس فيه بالعكس يعني في وايد شخصيات دمج اقل بالالترا ومع هذا نقصه لانه بس استخدامات عرفت؟ فبين على جاكور هالمره حلو اوه كيكوشو ذبحه ولا ما يذبحه؟ لا للحين للحين بس 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 جاكور كان لعبه مقنع اكثر اوه لا 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 المفروض يلعب على مسافه الواقف سترونج فاير بول صح بالذات لما يكون فرق الطاقه كذي يعني غشه بالفاير بولز عرفت؟ صح بس للامانه لعب جاكور ترى هني بين انه عرف له عرف حق لا الحين كان جيم وايد قريب ترى وايد كلوز فالحين اتوقع راح يكون جيم الفصال قوي بين الاثنين انا بطلش كم مباراه ولا جاكور ليش هد الكومبو لورد سول حلوه لورد سول اي اكس اوه هذا تنشو الفريم هذا احسه ساتسفاين لما تخش فيه شي شي يقمتي بتشي ترى جلي مفروض دايخه بس لان ستانها عالي 1050 سايدو ايه صح سايدو اول جوله وايد زينه صح ايه ودائما غشه باللحظات الفيتل يعني خلاص يعني على اخر شيء بالضبط ايه حلوه ايه هذا المفروض انه يلعب معاه كذي صح فاير بول بسترونج سلاح تشلي صح
لعب ممتاز من جاكوار. قاعد يبوش الكريمنال رابر. اوه حلوه. اوف رياكشن ممتاز. لا هذا شوف حرام. يمكن شوي يتحمس. بان بان موجود. اوه حلو جدا. بس الحين كان باك شوي صعب معي. اكس واحد من تشيلي صعب. غشف غشف شيله. قال له هالمره ما في سلايد. هالمره بشيل. جيم حلو. جيم حلو. غشف ذا سلايد. قال بشيلك هالمره.